نقطة بالنسبة للديون. شوف النقل التلفزيوني إذا كان فيه إشكالية أو فيه ثغرات قانونية في العقد المبرم مع الاتحاد السابق، المفروض الاتحاد السعودي الحالي الآن يبدأ نبذها، لأنه بصراحة اللي حسب ما علمت أنه حتى فيه موعد لدفع بعض المستحقات المالية، عرفت، بحسب المدد الزمنية ما سلمت للاتحاد السعودي لكرة القدم من قبل الناقل، وهذه أعتقد أنها بصراحة إذا صمت عليها الاتحاد السعودي الحلول اللي ممكن تكون طبعاً طبعاً. أنت إذا كان في، شوف أنت الآن في عقد مبرم مع الاتحاد السعودي لنقل ليكون الناقل الحصري يتولى نقل الدوري السعودي لمدة 10 سنوات، لكن إذا في ثغرات تخول الاتحاد السعودي أن ينقض العقد، أنا لازلت أقول وأرجع إنه أكبر غلطة ارتكبت سحب الدوري السعودي من القنوات الرياضية السعودية. إحنا الآن نأخذها، مش نأخذها من جانب يا جماعة الخير، نأخذها من جانب، اسمعني بقولك، ما أخذها من جانب رياضي فقط. الآن إحنا نتكلم عن يعني مخاطر حتى أمنية ومخاطر حتى سياسية. يفترض أن حتى وإن تدخلت الدولة في هذا الجانب أن يعود الدوري السعودي للقنوات السعودية وتدعم وتأخذ حقها في النقل، لأنه الآن إحنا المشهد العام يمكن مكشوف واضح للجميع، عرفت، في قنوات أخرى وفي أمور يعني ربما تستغل الرياضة للتأثير على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية. أنا أقول وأحذر كرياضي وكابن بلد غيور على هذا البلد أن يكون هناك تفكير جدي من قبل هيئة الرياضة لأن يعود الدوري السعودي إلى القنوات السعودية. بستكمل.